فيكم يا حلوين. اهلا ميدو. شو يعني؟ ما بعرف مالك بالعادة هيك فايتة ومبسوطة كتير كأنه في بتمك حكي. لو تعرفوا رح يطير عقلكم من الفرح. شو يعني؟ جاكي دور حلو مع شي مخرج؟ يا ريت. لكن شو؟ خلص ظاهر ما رح تعرفوا تحزنوا. شوفوا شو جبت لكم. ايه قولي من الاول، هدول كروتة مسرحيتك تبع هاي الاطفال حكيت لكم عنها، ما بتذكروا كانت اخذة دور سنفور غضبان بهاي الشرشبيل وعدة السلاجة. ايه طعمك الحاج ناس راجع، لك هاي المسرحية لغيناها من زمان. ميدو لكن بطاقات شو هدول؟ حبيبتي هدول بطاقات لحضور حفلة المطرب فادي فافوش. فادي فافوش عجبتك؟ بلاش؟ ايه طبعا بلاش، 5 بطاقات لحضور حفلة فادي فافوش، منروح ننبسط ومنرقص ومنفرفش. اليوم التقيت فيه وعزمني وقال لي جيب الصبايا معك. ميدو ليش 5 بطاقات بس يعني؟ وائل مبروك الوظيفة يا قمر. شو هاي وائل؟ استاذ وائل اذا بتريدي. شو نسيتي اني مديرك المباشر بالشركة؟ لانه شايفك رفعتي الكلفة بسرعة. ولك الو بوس ايدك، عم بمزح معك، وين رحتي؟ لا والله بالعكس كثير انبسطت لك انا. انت بتستاهلي كل الخير. بس بدنا الحلوان ها؟ اجي لعندك اشرب فنجان قهوة وما خلي الحلوان لبعدين. يلا. موافقة على الروحة، بعدين إلي زمان ما طلعت وسهرت. إيه وأنا جاهزة؟ إيه كتير منيح. إيه وإنتي نور ما بدك تروحي معنا؟ بلا حابة روح بس. إيه بلا خلاص، طيب بدنا نروح كلياتنا. طيب شو أعمل؟ دقيت لوائل حتى أسأله إذا فيني أسهر معكم. هلا من كل عقلك دقيتي له لحتى تسألي؟ أكيد السيد وائل ما خلاكي. إذا بدك ما رد علي بنوب. نور إذا بدك خدي كرتي وعزمي، لأنه أنا ماني رايحة. وانتي كمان بدك تروحي؟ ليش بقى؟ لانه انا بصراحه ما خرج حفلات، انا الحفله الوحيده بحياتي اللي حضرتها هو عرس بنت خالتي بالضيعه. خلص انتوا روحوا كلياتكم انبسطوا عني وعنكم. ايه لا لانك مالك حضراني حفلات لازم تحضري هاي الحفله، يعني لازم تروحي بتنبسطي وبتتسلي وتغيري جو. وشوفي جو السهرات هون بالشام. وائل ما بيقدر يحضر لانه مضغوط كتير بالشغل. طب يا نور مو معقول ما تروحي معنا؟ انا برايي يا من نروح نحن الخمسه كلياتنا سوا، يا بلاها من اصله كلياتها هاي السهره. طيب وانت بلا ما تقولي لوائل، خلص هي عملتي اللي عليكي، دقيتي له ما رد عليكي. ايه بركي رجع دق لي شو بعمل؟ بسيطة، هردي حالك مثل ما بتعملي بالعادة ولا تردي عليه، وبس ترجع من السهرة بتتصالحوا. لا جد افهمتيني، كيف ما رد عليه؟ يعني وائل بده حجة ليعمل مشكلة، ما بدي اعمل هي المشكلة ونوله اللي بده اياه. اسمعوا مني، الحل الوحيد شي كذبة. لا حبيبتي أنا ما عاد استرجي أكذب عليه بنوب، يعني كل ما كنت أكذب عليه كان يكشفني، فبلاها أحسن. ليش مين قال إنه أنت اللي رح تكذبي الكذبة؟ مو أنا؟ لكن مين قصدك؟ لبنى، أنت الوحيدة اللي وائل بيعرف إنه ما عنده موبايل بهذا البيت، مزبوط؟ أي مزبوط، بس يعني لوين بدك توصلي؟ لوين بدك توصلي؟ هلا بتفهمي كل شيء، أعطيني موبايلك وينه؟ شو بدك فيه؟ بغرفتي هو. يلا انا ماشي، بدكم شيء؟ وين بدك تروحي اصلا؟ كل الخطه معتمده عليكي، بتقومي تحملي حالك وبتروحي. قوم وراي لشوف ام. تعالي. يا الله على ما تزبط، طاير عقلي الي 10000 قرن حاسه حالي ماني سهرانه، بعدين هاد فادي فافوش. لك شو بيطير العقل وصوته ولايف اسا احلى. وليش لا يتضايق بقى؟ شفيقتك رايحه تعطي درس خصوصي عند وحده غريبه واستعارت موبايلك لحتى تتواصلي انت وياها، شو فيها؟ خلصينا نور، تأخرت عليها المخلوقة، قرري بقى شو بدي. خلصينا، اعطيها موبايلك امسكي. أنا رايحة، بدكم شيء؟ مثل ما اتفقنا لبنى، إذا بدق لك وبقول لك ليش الخط مشغول، بتقولي له يمكن السماعة مرفوعة وما في حدا بالبيت. واللعي إن شاء الله سميحة، فهمت؟ عم قلك فهمت، أنا صار لازم أمشي، باي. شو يا ست سميحة؟ يا ريتك شاطرة بدراستك مثل مالك شاطرة بالكذب. على فكرة بتطلع الأولى، مو بس هيك، ما دريتي؟ بجوز يعطوها منحة.
ايه والله الحاج غلاظة قلت التنتين اصلا ولاي كانت فقسة الرحم. طيب بركي عرف شي، بركي شك بشي. ايه لا تخافي ولا تهكلي هم، ما رح يعرف ولا رح يشك بشي، بعدين بصيلك شي مرة بهالعمر شبكي عن جد نور. طيب اذا عرف شو بدي ساوي؟ لك ما رح يعرف، ما رح يعرف. تعي شو رأيك سموحة؟ ممكن يعرف؟ خليني نجرب لك هديك نور، اركيني شوي خليني أعرف حط لك ياها. بسطتي؟ ما بعرف ميدو، حاسة حالي متوترة كتير. حبيبتي لا تتوتري ولا على بالك، هالمرة مستحيل وائل يكشفك، بعدين نحن شو رح نساوي؟ رح نروح ننبسط ونرجع، بعدين ليكك حاطة بيروكي ما رح يعرفك فيها. بس أنا مو هذا اللي موترني، ما بعرف هيك قمطني قلبي، حاسة في مصيبة بتصير لي. مو تأخرت لبنى؟ والله صار لازم نبدأ نلبس. لا حبيبتي هلا بتجي، أنت روح البسي كمان، جهزي حالك. يي شو أمورة طالعة؟ مو هيك لابسي كمان؟